ندمان على الرجوع من بلجيكا؟ طبعا غلطت كمان، لان انا لو كنت كملت في اللعبه ديت كانت هتفرق معايا كتير جدا، لان انا كنت وصلت لمرحله فيها كنت باخد من احسن 10 لعيبه في العالم وخدت احسن لعيب في الدوري البلجيكي وكنت مميز فيها قوي يعني، بس انا كنت حابب الملعب الكبير اكتر فعشان كده ما اهتمتش بيها قوي. احكي لنا بقى عن التجربه عموما، يعني ازاي وايه اللي حصل ورجعت؟ كنت مع منتخب مصر في اسبانيا في بطولة ودية، احنا كنا خامس عالم وقتها تصنيف منتخب مصر، فهم جابوا ترتيب الفرق لحد اول 8 فرق في العالم وعملوا بطولة ودية في اسبانيا بمناسبة 100 عام على انشاء ريال مدريد. من خلال البطولة كان مدرب منتخب البرازيل بعد البطولة هيمسك فرقة في بلجيكا. تمام. فجيت اتكلم معايا بعد، قال عايز رقم تليفونك وبتاع، اديته الرقم عادي ومش في دماغي. فجاه بعديها بشهرين لقيت حد كابتن طارق السعيد كان ساعتها بيلعب في اندر دخت، لقيته بيكلمني بيقول لي محمود في ناس من بلجيكا هنا في مصر عايزينك يعني. ورحت لهم وقعدت معاهم ولقيت الموضوع كويس وفكره جديده وبالنسبه ما فيش حد مصر احترف في اوروبا فاهم في اللعبه ديت، وقال لي انت هتتبسط هناك جدا وهناك الدنيا منظمه جدا والماتشات كلها متذاعه على التلفزيون وفيه اهتمام باللعبه كبير جدا. فلما رحت كمان لقيت الموضوع يعني غير ما هم حكوا لي كمان منظم اكتر ما هم يعني هم ما عرفوش يوصلوا لي الموضوع. كل تيكت الماتشات حمد بتتباع قبل الدوري، تيكت الماتشات كلها بتتباع قبل الدوري، ما فيش مكان في الصاله تلاقيه فاضي، الناس بتحب اللعبه جدا بالذات في المدينه اللي انا كنت فيها كان اسمها شارلروا. الملعب الكبير عندهم مش مميز قوي، بيطلع 11 12 في الدوري فاهم، لكن الفرقه دي كانت بتاخد الدوري على طول فهم مهتمين بيها لان هناك بيدوا كل واحد حقه يعني لو انت مميز هيدوا لك حق. فلعبت معاهم سنه ونص تقريبا والله عملت كل حاجه كويسه معاهم، خدت الدوري وخدت كاس ولعبت قبل نهائي اوروبا وعملت حاجات كتير معاهم كويسه. احكي لنا عن علاقتك مع فالكاو البرازيلي. ما 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 فيش، لعبت قصاده كتير جدا وهو شخصيه متواضعه جدا ولذيذ جدا وبيحب لعيبه الكوره قوي وراجل متواضع جدا، كان دايما لو احنا مع المنتخب احنا كنا بنلعبهم كتير جدا كان يوقف يهزر معايا ويقول لي انت لو اهتميت باللعبه ديت هيبقى ليك شأن كبير جدا فيها وبتاع ومش عارف ايه. وكان دايما لما ما بقيتش اروح مع المنتخب لما قلت خدت قرار ان انا مش هلعب تاني خماسي كان دايما بيسأل عليا وكانوا بيجوا يقولوا لي يعني. طيب انت شايف ان اللاعب الخماسي يقدر يلعب اللي هو لعيب كره 11 والعكس؟ حسب ما تاسست وانت صغير، لو انت لعبت ملعب كبير وانت صغير وانت عندك المهاره وبتاع ولعبت واتمرنت خماسي كتير هتقدر تلعبها، بس هي مش شرط يعني. في لعيبه كتير في الخماسي جامدين جدا وبيجوا في الملعب الكبير بيبقوا لعيبه عاديين جدا، والعكس خلي بالك مش شرط الحريف في الملعب الكبير تلاقيه حريف في الخماسي. يعني احنا مثلا منتخب الخماسي ايام انا كل لاعب اي حد من الدوري الممتاز كنا بنكسبه بسكور كبير يعني فاهم. فهي ما لهاش علاقه يعني، زي ما قلت لك دي لعبه ودي لعبه تانية خالص. اللعب مع المنتخب الخماسي متعب جدا، الناس بره بتتحرك وتكتك وبتجري كتير وبتاع، بس انا كنت بستمتع علشان خاطر انا كان معايا جيل جامد جدا في الخماسي وكنا بنحقق نجاحات كويسه فاهم، وكنا بنبقى ند لاي منتخب في العالم، فكان دي برضه فاسمه انت بتمثل بلدك وبتفيد بلدك وتعمل حاجه كويسه لبلدك فدي بتبقى حاجه كويسه ليك يعني. طيب الشهره بتاعت محمود عبد الحكيم جت من الخماسي ولا الملعب الكبير؟ بص انا لعبت خماسي وانا عندي 20 سنه، يمكن الدكتور محمد علي هو كان ساعتها مدير فني للمنتخب وانا كنت بلعب دوره رمضانيه مع اصحابي في النادي الاهلي وشافني وجابني للمنتخب، هو كابتن عبد البديع صلاح يعني هم اللي يعتبر ليهم فضل عليا في موضوع الخماسي ده. لكن انا لعبتها يعتبر على كبر يعني مش من انا صغير. يعني الشهره جايه من الملعب لا الناس ابتدت تعرفني من الخماسي بصراحه عشان ابتديت العب مع المنتخب الماتشات كانت بتتذاع فالناس ابتدت تعرفني وعرفتني بقى لما عرفوا ان انا بلعب مع بتروجيت وكده. طيب ايه اكتر موقف صعب مريت عليه في خلال اللي هي الدورات الرمضانيه اللي كنت بتلعبها؟ لا يمكن انا بالدورات الرمضانيه مش فاكر حاجه، بس في الخماسي 2004 كنا في كاس عالم في تايوان وكنا بنلعب ماتش يصعدنا دور الثمانيه وكنا بنلعب اوكرانيا، واوكرانيا ساعتها كانت بطل اوروبا يعني كانت فرقه جامده جدا وكنا كسبانين 4-2 وكان فاضل وقت قليل جدا، وكان ده اصعب ماتش عدى عليا يعني سيناريو غريب ما بيتكررش غير كل 20 سنه مره
وكنا عمالين نضيع جوال وبتاع وكره وقفنا بقى. السيناريو شوية. كله كان ايه اللي حصل؟ السيناريو كسبونا 5-4 في اخر 19 سنه. كنا احنا بنتقدم 4-0 4-1 4-2 خلص، وكان فاضل خلاص حوالي يعني 4 دقايق وكانت 4-2. في اخر دقيقه جابوا جول الثالث، وبعد كده اخر 19 ثانيه جابوا جول سنترنا. الكره اتردت، حد شاط من بعيد جدا خبطت في حد وغير اتجاه. فهو ما كانش ربنا، ده ممكن اصعب موقف عدى عليا، لان احنا كانت البطوله دي بالذات تعبنا فيها جدا وكنا نستاهل نروح لحته بعيد يعني.